تعالوا بقى نطمن على اخر الاجواء في فندق الاقامه من زميلنا كريم احمد، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. كل الشكر والتقدير ليك كابتن ايمن شوقي، تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهورنا العظيم ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الكل اليوم الحقيقه مترقب ومنتظر مباراه غايه في الاهميه، الاهلي والاتحاد السكندري، احد المباريات المؤجله من الجوله الرابعه السابعه مساء بمشيئه الله على استاد الاهلي. ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، مباراه مهمه جدا لها تحضيرات ولها ترتيبات، لكن البدايه كالعاده كابتن ايمن لابد يكون مع جمهور النادي الاهلي. الرساله الكبيره جدا، وعايز ارجع للمباراه الأخيرة، يعني رجل المباراة هو كان جمهور للنادي الأهلي، إصراره وتحفيزه وتشجيعه الكبير المثالي جدا، يعني الوعي الكبير اللي في جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي بتشوفه في المباريات يا كابتن أيمن، إمتى تشد الفريق، إمتى تتغنى باسم النادي الأهلي، فرهاننا كبير جدا عليهم إن شاء الله بإذن الله، وتحديدا في مباراة اليوم، نشوف المدرج ممتلئ كالعادة بجمهور للنادي الأهلي اللي يمكن بنقول اللاعب رقم واحد وليس اللاعب رقم 12، سر الفوز الكبير وسر الإصرار وشخصية النادي الأهلي بيستمدوا من الجمهور، فإن شاء الله بإذن الله جمهورنا مع التحضيرات الكبيره والجيده جدا لمستر مارسيل كولر صاحب الشخصيه الهجوميه، بنقول صاحب الشخصيه الهجوميه لان يمكن برضه هتذكر مباراه المحله تكسبان 2-0 يا كابتن ايمن، وبتنزل ثلاث تغييرات هجوميه، شادي، محمد شريف، قفشه، ده يدل على الوعي الكبير، عارف يوظف اللعيبه بشكل كبير، متطلبات المباراه امر مهم جدا، يرجع كمان للتحليل والجهاز الفني المتكامل الحقيقه اللي بيحاول يفسر كل صغيره وكبيره للاعبي النادي الاهلي. مباراه النهارده فيها تحدي كبير، خساره الاتحاد السكندري المباراتين 6 نقاط صعب جدا طبعا على فريق بحجم الاتحاد السكندري، فيمكن التحذير الكبير للجهاز الفني من الانتفاضه، لان يمكن النهارده انت عارف اي فريق بيقابل النادي الاهلي هي مباراه كؤوس، فعشان كده لابد من لعيبه النادي الاهلي يكون في تركيز كبير جدا من البدايه. الانطلاقه كانت رائعه في المباراه الماضيه، بنعمل ان شاء الله باذن الله مباراه اليوم انطلاقه تكون جيده، شخصيه النادي الاهلي تفرض من البدايه، احرز هدف واثنين، عدم التراجع، يعني تحرز هدف ما تتراجعش، احرز هدف واثنين، شخصيه النادي الاهلي لابد تكون موجوده، الكره الثانيه مهمه جدا، الحقيقه لعيبه النادي الاهلي مميزه فيها، لكن كمان محتاجين تركيز كبير جدا النهارده. اما كابتن ايمن بخبرتك الكبيره وانت عارف احد نجوم فريق النادي الاهلي هو القرار، قرار مع لعيبه النادي الاهلي في الثلث الاخير ده امر مهم جدا، مع التعب ومع المجهود لابد يكون تركيزك عالي جدا، لان الفرص اللي بتهدر امر صعب شويه، فمحتاجين ان شاء الله باذن الله يكون مزيد من التركيز لكل لاعبي النادي الاهلي. مستر كور كالعاده طبعا يكون اختياره موفق، قيادته الفنيه للتغييرات، كل الامور دي الحقيقه راجل مميز فيها، والتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله يكون مع المجموعه كلها وليس مع ال11 اللي في داخل الملعب. كالعاده طبعا كابتن ايمن في فندق الاقامه الامور الاعتياديه الخاصه طبعا باليوم 24 ساعه بتكون معسكر لفريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامه القريب جدا من استاد الاهلي، يعني هقدر اقول لك خلاص المحاضره الفنيه الاخيره بتكون يعني فيها كل الامور الخاصه بالثغرات ونقاط القوه والضعف، التشكيل، هنقسم المباراه ازاي، توزيعه المباراه، متطلبات لعيبه النادي الاهلي، فكل الامور دي الحقيقه لعيبه النادي الاهلي مركزه بشكل كبير جدا فيها من خلال التدريبات، بنشوف وبنتابع وبنشوف الجديه الكبيره جدا من اللعيبه النادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله تمنياتنا كبيره جدا النهارده بالتركيز الكبير بجمهورنا، يعني اكيد طبعا النهارده املنا كبير في جمهور النادي الاهلي، المباراه ما بتصعب، جمهور النادي الاهلي هو اللي بيكون يعني بيفتح الطريق، بيشجع، بيحفز، بيآزر، اصراره وعزيمته الكبيره جدا مع شخصيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون ليها تاثير كبير، ويستطيع النادي الاهلي بحصول على 3 نقاط هيكونوا مهمين جدا، شهر دسم جدا بالمباريات، لكن بناخدها خطوه بخطوه زي ما عودنا لاعبي النادي الاهلي، نخلص المباراه نفرح بشكل بسيط جدا في دقائق بسيطه جدا، ثم نغلق الصفحه تماما وننظر الى القادم ان شاء الله باذن الله. بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي مع كمان المجموعه الافريقيه، خلاص بقى يعني خلاص اتضحت كل الامور، هنقول صن داونز خلاص بقى امر مكرر على النادي الاهلي، لكن يعني شخصيه النادي الاهلي كبيره جدا، قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، هو هدف هذا الموسم النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله بمشيئه الله بتوفيق اللاعبين بالاصرار الكبير بتوفير كل المناخ الطيب اللي بيقوم بمجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله البطوله الافريقيه هتكون في مقر النادي الاهلي بالجزيره، ثقتنا كبيره في اللعيبه في الجهاز الفني، لكن صفحات بتغلق وبتفتح، الدوري بيتقفل بتبص لافريقيا، لكن ان شاء الله باذن الله املنا كبير جدا في كل لاعبي النادي الاهلي باذن الله يفرحونا هذا الموسم في كل البطولات. مستمرين بالتاكيد يا كابتن ايمن معاكم مع كل جمهورنا العظيم ومشاهدينا طبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي من فندق الاقامه وملعب المباراه، الاجواء، ارضيه الملعب، التشكيل، كل الامور دي ان شاء الله تكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي والاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، وكريم طمنا طبعا على الاجواء كالعاده